Salam alaikum. Salam alaikum. Azul Fulham Khotna en Algérie et partout dans le monde où vous êtes. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le موضوع, كنت تخصص موضوع فيما يخص البنك تاع ال HSBC اللي هي بنك يعني اللي هي معروف انه هو بنك يقولوا له لو بنك دي غانغستير لو بنك دي غانغستير اللي كان أصله يعني ومقره الرئيسي في هونغ كونغ. هذا البنك بنك العصابات، سموه بنك العصابات، وكان هنا في الولايات المتحدة حاولوا يعني يحاكموه عدة مرات، لكن عنده أكثر من مئات الفروع في أكثر من 100 دولة. 100 دولة هذا لتبييض الأموال المسروقة من الحكومات، مسروقة من الدوائر العسكرية، وخاصة كان فيها في الصين اللي هي معروفة يعني لا كوربسيون تاع لي جينيرو هذو تاعهم اللي كانوا يهربوا الأموال طائلة، أموال ملايير الدولارات كانت تحول يوميا، وهذا يتعد من أكبر البنوك عالميا. حتى هنا حاولوا يعني يحاكموه في الكونغرس، ولكن الضغط المالي يعني النتيجة اللي كان ممكن يعني لو كان يعني يتوقف هذا البنك ولا عرفوا انه يكون في خسائر يعني كثيره، وخاصه خسائر ماديه يعني فينانسيه اترافير لو موند، ماشي غير في هونغ كونغ ولا كيلكوس كوم سا. لكن المشكله نحن مع هذا البنك اتش اس بي سي اللي هو موجود حتى الان، موجود وماشي وبكل قوه، لكن كل الاموال تاعو اموال مخدرات، أموال مسروقة من شعوبهم، من الدول، شعوب سارقينهم جنرالات، دي مينيس، دي بريزيدون، إي دي غو. هذا اللي لازم تعرف، يعني أموال طائلة. لكن إحنا مشكلتنا اللي باغي نتكلموا عليها هي مشكلة اتش اس بي سي تاع الجزائر اللي هي فرع من اتش اس بي سي فرنسي، يعني كأنها بنك فرنسي والجزائر كان لها فرع من فرنسا، لكن فرنسا ما دخل. حتى لو كان بنك يعني عادي، لو كان بنك يعني نورمال، يعني بنك عالمي باغي يخدم بتلك بنك في امريكا ولا تشيس ولا تشيس مانهاتن ولا كيكسوس كوبسا، لكن احنا في حالتنا هنا نتكلموا على بنك اتش اس بي سي اللي هو يعني اصلا بنك دي غانغستير اللي سلموه. غادي نحط لكم من فيديو بالفرنسية تتكلم على البنك، ولا بالإنجليزية تتكلم على البنك HSBC اترافير لو موند، وكي صناعته والأموال كي يحولوها هذا المافيا يحملوها هذو، وبانين بنك اللي هو يعني تهريب الأموال. حتى كان في فضائح بنما اللي كان ذكروا البنك هذا كان مذكور، ولا أساس أنه نتكلم على أساس أنه كان موجود في حيدرة، لا أعرف إذا كان، بس نعرف أنا باللي كان بنك تحرق في حيدرة. صافي في 2019-2020 كانوا حرقوا بنك اللي هو يعني لتغطية السرقات، تغطية التحويلات، هي خاصة التحويلات اللي كانوا يدوروها إيليغال، يعني كانوا يسرقوا في دراهم الشعب. Ils étaient en train de voler l'argent du peuple. هذا هو اللي كانوا يديروا. لكن كي نشوف في هذا الكادرو، في هذا الموضوع، لماذا البنك، حتى تشوفوا المؤامرة اللي متعاملها على الجزائر، خموا له بنك مفروض يكون في هونغ كونغ، ولا هو يدي يعني أفرع، يدي كالفرع HSBC هونغ كونغ في الجزائر، HSBC إنجلترا في الجزائر، HSBC أمريكا في الجزائر. لكن في حالتنا احنا في الجزائر هو فرع فرنسي لسرقة أموال الجزائريين عن طريق الوزراء وسعيد بوتفليقة وليجينيرويتو وتوفيق ونصار وهذه الجماعة كي يسرقوا الجزائر. يعني الجزائر كأنها مستعمرة، والبنك هذا كي يستعملوه حتى يعني ما يمركش الشعب، حتى الشعب ما يعرفش حقيقة هذه الأشياء وتسرق. لازم تعرفوا هذه، وإلا نسأله لماذا لم يكن بنك HSBC أمريكي في الجزائر، لماذا هو فرنسي؟ لأنه
هذه الخادعه، هذه اللي سرقوا بها الشعب. يعني انت تخيل انه تظن انه هو بنك، يعني بنك عالمي، لكن بنك ينتمي الى فرنسا قبل كل شيء. هذا الفرع الموجود في الجزائر، يعني يسرقوا عن طريقه. وهذيك الحريقه اللي وقعت في حيدره 2019 2020، هذاك البنك كانوا هضروا عليها وما قطعوا عليها، ما هضروش بزاف، قال لك احتراق بنك وطاطي وصاي. صافي دير تو لا دوكيومونطاسيون لا كي اكزيستي ils ont su ou ils ont pu la faire disparaître. هذا هو اللي داروا، يعني اختفاء لي بروف، يعني كل الاثباتات باش الشعب يعرف ان هذا السارقين شحال سرقويتو، ما تقدرش تعرفها وما تقدرش تبعها، لان ils ont effacé les preuves عن طريق الحرق. مانتنو هذا شيء، يعني ممكن لو كان في قانون، لو في قانون، لكن الجزائر ما فيهاش قانون. لا لوا لي لوا كي اكزيست اون الجيري سي سون دي لوا فات بار زرماتي، زرماتي تي ليجيتيم، سا فو دير كو لو جوج سون تي ليجيتيم، لو بروكيور سون تي ليجيتيم، لو غوفرنمون تي ليجيتيم، لا بريزيدونس تي ليجيتيم، باسكو ال تي تي بوزي بار كيلكان كي تي لوي اوسي ليجيتيم قاعد فيها. لذا يعني ما نقدروش يطبق القانون، هو غابة على انا سميتهم لا كاستابو فرونسيز كي بروتيج لي زانتيغي فرونسيز اون الجيري، باسكو ان كاستابو. وكون توندي ان كاستابو لازمكم تعرفوا حاجة، ان كاستابو ارهابية، دار لا كاستابو اليتي ان جروب دو تيروريست. اللي كانت باغ اكزومبل تخمو فيها كانه غير في لالمان، كانت سارت كانت سو لا ديريكسيون دو هتلر، هتلر الوحيد اللي كان يتكلف بها، والاوامر تاعها هي التقتيل، حرق اليهود. نجيبوها مثلا، هذا حرق اليهود كان ظالم، يعني حرقوا ناس ابرياء، دي سيفيل حرقوهم. لكن في الجزائر اسكو سي با لا ميم شوز، يتعدوا سي دي تيروريست، وكانوا تلاحقوا عن طريق العالم. هذه لا كاستابو الموند كانت ولماذا لا تتحاكم لا كاستابو اكزيست كيما الجيري؟ اذا كان على الحرائق كيما دارت لا كاستابو، دارت لي فور وحرقوا لي جويف، لي جينيرو تلك مهنا، هذا الجن، هذا بولحيا، هذا نصار، هذا توفيق، حرقوا القبائل وحرقوا الجزائر. Tout le nord algérien a été brûlé. Combien il y a eu de vies, les matos, ou qabla, médecinat, ou mes harcou. Il y a un estime gestapo. Mais tu te bâches le canon, ou ma fouk le canon, derrière ou hamfouk le canon. Il n'y a pas de couteau. Ou avec Jera Emily Deroha, ma femme tactile, Felkora, Dero, c'est des crimes terroristes. C'est des crimes d'État. Un état terroriste tel que Hitler der la Gestapo, on se met à la Gestapo en général. Alors, ma kan chibri avec Elias Rahmani, on se met à la Gestapo. Parce qu'il était membre de cette Gestapo, la même Gestapo. On a qu'on goulé à la fuite. C'est une Gestapo qui a tué les Algériens, qui a brûlé. Dernièrement, ils ont brûlé des régions avec même des militaires, nos soldats algériens. Il était dans ces forêts-là, ils l'ont brûlé. Juste qui me coule pour augmenter la terreur. Parce que la terreur, ça vient du mot terroriste. Quelqu'un qui terrorise, qui me coule, qui dit la terreur, c'est un terroriste. Ça vient du mot terreur. Un terroriste. Qui sont ces terroristes? Ce sont la Gestapo française en Algérie, qui représente le DRS, qui sont à la tête du DRS. On ne dit pas les jeunes, les lieutenants, les lieutenants. Non. Hadouk, ils ont dit, ماشي هما خاسرين في لافير. لو كان صراش يقدر الله الحاجه للجزائر، يخسروا في لافير لانهم ما عندهمش ملجا ثاني غير الجزائر. لكن جنرال دم توفيق نزار هذو،
ils ont les moyens, je dis bien les moyens de partir de l'Algérie. Dans demi-heure, تربيهم طياراتهم اللي يروح للروس اللي يروح للانجليز اللي يروح لاسرائيل اللي يروح وين يبغوا باسكو يزون لارجون لابا اللي يروح لقطر اللي يروح الامارات يفو بيان كومبروند هذا لو جو كي سفي وهما يحوسوا يكرهوا الشعب في العسكر والشعب يكرهوه في العسكر والعسكر يكرهوهم في الشعب حتى يحموا نفوسهم حتى يحموا نفوسهم جدي بيان يحموا غير نفوسهم ما يحموش الجزائر يحموا غير نفوسهم ويقوا في الجزائر على راس السلطة ويقوا حكام حتى اللي يموتوا وحتى اللي يضمنوا لأولادهم وكونتينياسيون ولا يبعدوهم يغيروا لهم سماوات يتوفي الجنوس وما هذو اللي بغينا ما يهمهمش لا العسكري لا البوليس لا أي حد شوفوا هذا الشدار هذا بوعلان بوعلان إمبريغاد بوليس دخلوها للسجن علاه لا باسكو ولد بوعلام هذا يلافي دلا دروك اسا بوزيسيون شوفوا راهم يسمحوا فيكم يسمحوا فيكم في كل اتوت اوكازيون يسمحوا فيكم غير باش ينقذوا نفوسهم وينقذوا ولادهم هنا يفو بونسي اسكو فو فولي اتر دي سورفايون ولا جدي بيان دي بوليسي او سيرفيس دو لالجيري اي دي الجيريان اون جينيرال ولا فو فولي اتر او سيرفيس دي جينيرو ou là, au service des ministères, des ministres. Hadou, les généraux majeurs, hadou, c'est la pourriture, c'est le cancer de l'Algérie. Ou ma ou le moukhabarat, à la rassom, je dis bien à la rassom, tout faire, ou tu m'as tout, ben n'a hadou. Ou chine riha hadou, à la rassom, ou ma li kharbou le Jazair, ou ma li gadi waslou le Jazair, il y a le noktat, l'anya, l'innom ou ma y'arfou. بالنسبة للخارج يعني باش يخرجوا ويهربوا للخارج زعما أوروبا هذيك لا نساها لأنه تحاكمهم في محاكم دولية تقدروا تحاكمهم وراهم يحاكموا فيهم وما يقدروش يهربوا من الجزائر يقدروا يهربوا الجزائر إلا في أماكن اللي ما يعني ما نقدروش نجيبوهم باش نحاسبوهم لكن نقولكم الإمارات وهذو بس نجيبوهم اللي هذي بلوزيغ فاسون باش يجيو لكن هما عندهم تفكير واحد انه حلهم الوحيد انهم يبقوا في الجزائر وفي السلطه ويتحكموا في الجزائر مهما كان الثمن شوفوا مهما كان الثمن ils sont en train de dire qu'ils s'en fichent pas mal qu'ils sacrifient tous les Algériens que pour rester vivants eux et leurs enfants شوفوا التفكير الخبيث التفكير اللي مالوش في الوطنية اللي كان عمرهم ما كانوا عندهم وطنية باسكو ils étaient en train de tuer chaque jour كان اللي قال لك كان يقتل 25 من الجزائريين هذا ابو الحياة وهذا الجن وهذا غير باش يخلصوا ويدوروا الدراهم ils ont fait beaucoup d'argent ils veulent pas s'emparer de cet argent ما غاديش يسمحوا فيها ولا يسمحوا للجزائريين انهم يحاسبوهم ولذا يعني الشعب لازم يتحد ويتمثل داخليا جدي بيان داخليا ما تسمعوش هذا الكلام يقول لك يفو باش هو يمثله مخابرات تدير انسخ وتولي ويمثلها هذا ياسر حماني كي شغل يحشوها الجزائريين كوم لي زاني 90 يروحوا يديروا لهم لاريندي ويخرج حزب من هو منبع المخابرات مخابرات اللي هي مخابرات بولحية اللي هي مخابرات توفيق وهذا الياس رحماني هذا اندو كي était en train de tuer les Algériens mais il veut cacher son jeu que pour régner une autre fois mais d'une façon de manipuler les Algériens هذا هو اللي حدوث عليه هذاك الإنسان لازم تعرفوا هذا الشيء لكن التمثيل لازم يكون في الشعب وقوة الشعب سي بوغ سلا دي فوا تقول انت هذا علاه كان يقول لهم ما تخرجوش انا كنت نقول خرجوا شاك جو حتى طيحوهم لكن هو يقول لك ما تخرجوش تعطيهم دي تون بوغ سوغانيزي وهاو شاسرا يسسون توغانيزي وظهرهم يدو حتى الصحفيين يدو الناس النظاف اللي حقوا مطالب شرعية للشعب الجزائري هذا الناس اللي مثلا راهم يطالبوا بالحرية وكل شيء
هذول الناس عايشين، لازم تعرفوا الناس عايشين، عايشين ميوك ممكن 70% ولا 80% في الجزائر. كي يخرج صحفي نامبورت لوكال كلهم ولا كل ناس الأحرار اللي راهي تهضر ولا هي في السجون ولا هذو يهضروا على حقوقهم على حقوق الشعب، هل مشي كاع مشي كاع ضايعين؟ لا، ناس عاشت وكلها تاكل وتشرب، يزون دي بوزيسيون اللي هو دكتورا كيما نقولوا حنا اللي بارتي اون فرونس كانت عايشه، ابوها كان كولونيل. ايماجيني، خمو خمو يا شعب، انت اللي ماكش لاقي الزيت، انت اللي ماكش لاقي السميد، اللي ماكش لاقي الماء، لا تمشي نقولوا حنا الماء، الماء تدوش به ولا تحمم به، مش ماكش لاقي تشربو. هذا كاع الشيء اللي يديروا لكم تلهيه و زعما غير باش يخلوكم يعني ما تفكروش، يخلوكم دائما لاهين في صوالح يعني ريان دي تو، دي شوز دو ريان دي تو، بس لكن يخلوكم تلهو فيها باش اوليو تروح تفكر وتخمم كي دير تبني زاير، يخليك تفكر كي دير وتجيب الزيت، كي دير وتجيب السميد، كي دير وتسقي الماء، يخليك دائما داير لاشين، مخك ما يفكرش في لافينيغ، ما يفكرش في المستقبل الجزائري، ما يفكرش في لي زيليكسيون، ما يفكرش في لا بريزيدونس، ما يفكرش كومون باتيغ ان كونتري ان بيي، يوريك دائما كومون سو ريفيي لو ماتان دو بونور اي الي فير لا شين بور افوار لو لي. هذا هو سياسة الكلاب اللي يديروا فيها كيفكم الجزائر، وهذه احتقار للجزائر. كان فيما يخص الصحفي عقبة اللي كان يعني راح البوليس وخذوهم بعد طلقوا حقه معاه وقلعوا له الباسبور يتو، علاه يقلعوا له الباسبور؟ باسكو قال كلمة اللي بطريقة ظريفة يعني للشعب باش يفيقك بوغ سافوار لي شوز كيسكي سباس دون فوتر بي. كي يهضر على الجلفة منطقة رعاوية، بيان سور كو منطقة رعاوية ما فيها حتى عيب، ما فيها تعب، لكن علاه غير رعاوية فقط؟ هو قصدو علاه غير رعاوية فقط، يعني فو كونسيديغي هادوك لي جون كتبع، يعني عطيه معزة وعطيه بقرة وخليه ومشيه كيما تبغي وخليه يفوطي كيما تبغي، هذا هو قصدو. قصدو يفوقكم مع عباد الله، يفوقكم على أساس أنكم بلد شاسع، كيما يكون فيه البقري يكون فيه الصناعة، وكيما يكون فيه الصناعة يكون فيه تحضر، ويكون فيه الجامعات، ويكون فيه مدارس عليا، ويكون فيه يعني مجتمع يكون مبني على صح، مش على تخليها منطقة رعاوية وكي تلقى لهم الفوت يجو. وهذا قصده. يفو كومبروند لو ميساج، سي فو كومبروني با هذا لو ميساج، والناس اللي يعني راحوا هذو لي ديبيتي وداروا شكوى فيه عقبة، je vais vous dire une chose، انتما autant que du petit اللي يعني جرأتوا على هذا الشيء، خبيث هذا، خبيث خدمة للسلطة، on sait bien cela، يعني بتحطموا الانسان كانسان متفتح، انسان ثوري فكريا، هو ثوري فكريا، بتحطموا على ما غافتكمش كي قال لكم ويحيى جوع كلبك يتبعك، لانه يحيى يقصد فيها كاع الجزائر، يقصد فيها الجلفة، يقصد فيها تيسم سيلس، يقصد فيها سيدي بلعباس، يقصد فيها وهران، يقصد تيزي وزو، يقصد فيها قسنطينة، العنابة، الصحراء، هو هو يقصد كل شيء. هذا ما دلكم والو، il n'a pas bougé votre conscience autant que député، ورحتو شكيتو تخافوا، لأنكم أنتم أصلا طرف من العصابة، لكن تريدون يعني قلاب، يعني تقلبوا لي شوز بوغ دير كو لو جورناليست لو ريسبكتابل جورناليست alors qu'il a dit une chose كيما نقول حنا against your proud، يعني قال لكم حاجه ضرتكم في كرامتكم، هل عندك كرامه انت يا نائب؟ انتقبل على نفسك ان تكون لا شرعي في دوله لا شرعيه وتريد تمثيل الشعب بالقوه، أنت تمثل الشعب القوة كنائب في الجلفة ولا وين كنت؟
vous n'êtes qu'un groupe de mercenaires et de voyous. دورو في هذه الأشياء. واحد كان قال لي مختار اسكو ممكن تتكلم مع الاناليز هذيك اللي درتها ابروبو دو بن شيخ هذا فريد بن شيخ عز الدين هذا. قال لي اسكو تي بو نو دير كيلك شوز. هذه القصة وما فيها شوفوا سبوزي بوزي فو سيت كيسيون لا علاه بوركوا جي دي بيان بوركوا هذا عز الدين إلى شونجي دو نو أوتون كو جينيرال إلى شونجي دو نو ألوغ كو لي تي أون ألجيري. فكروا نفكر معاكم نفكر معاكم شو فو دير كيس كي سي باسي. هذا من كان ان غارديان ولا بسيكولوج وريفا كي كان في فرنسا إلي تي فرونسي افيك اون ناسيوناليتي فرونسيز. بون ابخي لي زاتونتا هادوك اللي كانوا يوقعوا لي زاني 1995 دخل دخل ودخل مام هذاك اللي كان يلقط لي زيليمون تاع الدي ار اس يلقط هادو لي جون لي فوايو اون فرونس يركروتيهم باش يحطوا لي بومب دخلوا. هذا قتلوه شيشان هذا كل مش عارف قتلوه لكن بن شيخ يفالي كي رونت ويكومبونسو يل ريكومبونس يعطوه يعني وظيفه يعطوه وظيفه ويكرموه. شكون اللي كرموه؟ كرموه اللي كان يخدم معاه اللي كان يخدم معاه توفيق توفيق وجماعته كانوا يخدموا معاه. توفيق سي ان كريمينال سي ان تيرورست هو اللي كان يستعمل بن شيخ باش يجيب لهذو لي زيليمون والدرام كانوا يروحوا عن طريق الشركه فهمتكم تاع اللي هي كان هذا تاع خليفه كان خليفه يوصلوا ويخلصوا الدرام. بصح بن شيخ كان يخلص اوسي بن شيخ اللي دخلوا الجزائر الوغ كو نورمالمون سي با ان بوليسيي كي دخل ما كانش رطاوه طاوه الرتبه تاع بوليس ردوها انسبكتور دو بوليس الوغ كي لافي ميم با لاج بور اتر لا ديباسي لاج كان عنده 30 سنه يعني سو تو جوست ان ريكومبونس كيما يديروا لولادهم وصحابهم يرجوهم هنا يردوه مينيس كل واحد يخدم معاهم يخربهم معاهم يردوه مينيس يردوه جينيرال يردوه قتالين ردوهم جينيرال خرجوهم الحبس دخلوهم الحبس خرجوهم الحبس وما هكا صافي دوك هذا لابونوم كي فيصل كان معاهم كان يخدم معاهم. الان فيه مشادات في المشادات لكن نهضر لكم على المشادات اللي راهي بين المخابرات وجهاز البوليس اللي يتمثل في هذا. لكن هذا توفيق يتخلص من كل الناس اللي كان شركاته في الجرائم. يساجي من يساجي سابو هو يحوس يتخلص دو تو لي بروف كل انسان شاركو او تعامل معاه في اقتيالات او حط قنابل ولا كاش سمسا يتخلص بهم بطريقته. لا بروف خليفه عبد المؤمن راه قبضوا بيربات شكون اللي جابولو بن شيخ. مي بوركوا باسكو كانوا يخدموا في رحبة يسكونس تخي بيان لازم يتخلص منه غير انه كان يخدمها. لكن نرجعوا لهذا بن شيخ بوركوا لي شانجي نو الوغ كو كان جينيرال باسكو بروميييرمون سيتي ان فرونسي سيتي ان فرونسي ومين دخل غير اسمه غير لي زاني 2015 بغى يتصرف بغى يستعمل الدراهم اللي كانوا عنده دي 1995 كانوا عنده دراهم اللي كان يخلص بهم يخلصوا ويدي لي نقول حنا يلون بروفيت افيك توفيق ايتو. لكن الاموال هذيك اللي سرقها ما تجيش تصرف فيها هو في فرنسا يلفو دخلوه لا بروميير دي شوز هربوه باش ما يشكوش فيه لي فرونسي اي دوزيام دي شوز عطاوه مركز ما يستاهلوش لكن عطاوه كرموه كيما كرم بوتي تبون راه يكرم فيهم الان كرمهم ويعطيهم في التكريمات. الوغ كان قتال دروك كي يديروا يتخلصوا من هذاك هو كي يدير ويخدم دراهمه يفو كي شونج دو نوم يشونج دو نوم ما ينجمش يقول لهم انا فلان اسدين لو برومي نوم اللي كي لا دوني اوتون كو فرونسي لي سيرفيس سكري فرونسي يقولوا يسقسوه مين جبت الدراهم انت تيان فرونسي مين جبت الدراهم. بصح كي يقلب يولي الجزائر ويقلب باسمه قال انا ولد عم ولد عم هذاك لو فرونسي شوفوا دوبل ايدونتيتي يولي عنده اون دوزيام ايدونتيتي اللي هي كانه عمره ما حط رجله في فرنسا parce que il a demandé la résidence avec le deuxième nom
alors qu'il était en Algérie. صح تخربلو معاه وعاونوه يتو يلا يلا لا ريزيدونس بصح علاه تبعوه علاه تبعوه علاه تبعته فرنسا على لا ريزيدونس دي ديزون قالوها له قالوها له 2019 قالوها له 2019 باسكو اي سي سون اي سي تافيري كو سي لا ميم بيرسون تارارام هذه هي شوز سي لا ميم بيرسون. En plus, c'est une résidence en falsifié qu'elle zouit mariage blanc, comment dire, mariage blanc, zouit biha ou derbiha les papiers. Mais ça, ou qu'un ando qasd, il a avec là-bas comme quoi c'était une personne différente, différente, lire derbiha ou yishri biha rzouqat, yishri biha rzouqat bimada, bil amwal li kan seraqa, bil amwal li kan yitamil biha l'argent du terrorisme. Depuis 1995 كنقولوا حنا حطها في مكان امن حتى جا الوقت اللي بغى يغير اسمه ينتحل شخصيه ثانيه وقال كوم كوا ان بيزنس مان ولا كلك شوز كوم سا الى دوموندي لا ريزيدونس وبغى يشري في اون فرانس ان اوتيل او ريستوران. هذا هو الهدف الانسان انسان شارك شارك في البناء لو تيروريزم لو جيا اون فرانس وكان يخلص عليها ولذا يعني كرمه توفيق وعطاه مركز في الجزائر لكن هو كي دخل في الجزائر بغى يستعمل الدراهم اون فرانس بغى يستعمل لا ميغ فاصون سي دافوار اون اوتر ايدنتيتي اللي قلع منها اسمه ورد غير بالشيخ فريد كون كوا الى دوموندي لا ريزيدونس دي 10 اي تو سا. هذا هو السر هذا هو السر اللي لازم يعرفوه الجزائريين وتعرفوا ميم لا بوليس فرونسيز ولا بوليس سكرات تاعهم. احنا ما يهمناش لانهم خبثاء والخبيث وهذو في لا فام ما يتشدوش باسكو شاكان دي بروف سور لوتر ما نجموش يخلوه حي ولا يخلوه في ذاك لا بوزيسيون. غادي يصوبوا له سبه غادي يصوبوا له سبه ويصوتوه ولا يقتلوه ولا قال لك قبضات الكوليرا ومات في السبيطار بيك ان بيكور. معليش كنت باغي نتكلم في موضوع اخر هو موضوع اللي يهم تولي ساجيريان باسكو هذا لو بوفوار ان فو با سورتير ان سورتيرا جامي باسكو محكوم عليه انهم يبقوا بوركوا يبقوا بور فيفر يبقوا بور كو لير زونفون ريست فيفون اي ريش اي فيفون ما يبغوش ولادهم يتحاسبوا لان الاموال هذه غير شرعيه مسروقه من الشعب. وهذا تبون خبيث لدرجه انه اخبث من اللي قبله. il faut que le peuple je dis que le peuple sort et décide sa destinée. La destinée est votre vous-même. Vous avez la force. Vous êtes la légitimité elle-même. Vous êtes la légitimité elle-même. Partout où vous êtes, le Sahara, le Chemel, le Gharb, le Sharq, l'Ouassad, vous êtes la légitimité. Et le problème en Algérie, c'est Alger. Le problème, c'est Alger. Si vous voulez libérer l'Algérie, il faut libérer Alger. Pour libérer l'Algérie, il faut libérer Alger. Avant tout. Parce que كل الخبث تاعهم كل اللؤم تاعهم كل شيء ضر الجزائر مدة 64 سنة هذه الأخرانية كان في الجزائر العاصمة كانوا هما متواجدين وموجودين على رأس السلطة في العاصمة هما اللي يتصرفوا لأن أنا نقول تغيير يجي من الجزائر العاصمة لو يتحرك الشعب يخرج الشعب في الجزائر العاصمة ويلتحقوا به كل الولايات في الجزائر العاصمة حتى يسقطوا هذا الناس وإذا كان فيه الفرصة سامحة ما يخلهمش حتى يخرجوا باسكو لو بوبل a le droit de les juger en même temps adhérent des comptes. هذا الناس اللي سرقت ونهبت وضيعت مستقبل الجزائر فوق الروند دي كونت ما كاش التسامح تسامحتوا مع هذا الناس
منذ 62 ملي قتلوا المجاهدين غدروهم وتيروا عليهم في الظهر. هذو لا يغفر لهم، هذو اللي كانوا يأكلوا ويشربوا مع بومدين وجماعتهم في تونس وتوفيق في جوه تونس وبومدين جوه الغرب في الصحراء في المغرب يأكلوا ويشربوا، يأكلوا ويشربوا ويسكروا ويأكلوا في اللي تاخد يديروا في ال... كان صورة كان ان فوت بومدين دار لانيفرسير تاعو افيك ان تاخد دو 3 بيس هذا في زاني 58 ولا 59. هذه توريكم انه هذا الناس اللي غدروا الشعب خانوا في التسعينات قتلوا منه ما كانش يهمهم لانهم كلهم كانوا حركه من الصغار كل الجينرات لي جينيرو ماجور اللي حطهم بومدين على راس المؤسسه العسكريه كانوا خونه، خونه من اليوم الاول لكن حتى هو كان خاين. حاول يغير عقليه تاعو في السبع في اواخر السبعينات بعد موت دوغول، بعد موت دوغول كان يحاول يغير التفكير تاعو لكن سيتي تخوطا. كان نقولوا حنا كان زرع لو كونسير دون لو كور دو لالجيري اللي انا نعتبره كل الناس احرار يعتبروه انه كان خائن لانه ما كان ينتمي لا الثوره لا لغيره، كان ينتمي للخيانه لا تريتريس انه يغدروا المجاهدين يقتلوا الشهداء ينسوا حتى التاريخ الحقيقي في الجزائر. غدروا من العربي بن مهيدي حتى ابو ذهب ما يهمهمش كان يقتلوا. لذا كنت بغيت نهضر لكم في هذا الموضوع لكن نفهمكم اون فوا بور توت لازم توصل هذه المعلومه ايسي تبارطاجي. تحرير الجزائر العاصمه هي تحرير الجزائر باكملها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.